ورحمة الله وبركاته. سنطرح هذا المثال الذي كان عليه نقطتين ونصف طرحة بجامعة بو مرداس سنة 2023، أناليز دو لشعبة انفورماتيك انجينير، وكذلك استفاد منه شعبة الرياضيات وجميع الشعب الذين يدرسون السنة الأولى الجامعي وحدة التكاملات. إذا قال هنا باستعمال تكامل بالتجزئة أوجد هذا التكامل. إذا سنقوم بعرض الحل وفهمه، يعني عرض الحل الرسمي، وجزاه الله خير الأستاذ الذي وضعه على النت. إذا هذا هو العرض الرسمي. إذا نطبق التكامل بالتجزئة. ماذا الذي أبدو إكس ألين إكس مربع هي مستمرة من واحد على أ، لأنها تركيب دالتين و كونتيني، فإنها قابلة للتكامل من واحد إلى غاية أ. إذا حسب التكامل بالتجزئة ماذا سنضع؟ نضع U يساوي أن إكس مربع و V يساوي إكس، معناها أن U بريم يساوي واحد و U يساوي إكس، و أن إكس مربع يساوي V، معناها V بريم يساوي اثنان أن إكس على إكس. إذا هنا فقط V هو ال هنا الـ E الـ E هو الـ V فقط، هنا خطأ. نعم قلنا سنأخذ ألن إكس مربع و إكس هي كلاس دو سي أن من الواحد إلى أو. نفرض إي بريم يساوي واحد معناه إي يساوي إكس، عفوا نضع إي نعم إي بريم يساوي واحد معناه إي إي يساوي إكس تكاملهما، ونضع في يساوي ألن إكس مربع معناه في بريم تساوي اثنان ألن إكس على إكس، وحسب قانون التكامل بالتجزئة معناه هذا في هذا يساوي ناقص هذا التكامل هذا الجزء. معناها حسب قانون التكامل اي في من واحد الى او ناقص تكامل واحد الى او اي في بريم دي اكس، وهذا ماذا يساوي؟ يساوي اكس على اكس مربع من واحد الى او ناقص تكامل من واحد الى غاية او اكس على اكس دي اكس، اكس مع اكس يختزل. معناها التكامل يصبح بهذا الشكل. وماذا نعرف عن تكامل ألان إكس؟ تكامل ألان إكس كذلك نستعمله برهان بالتجزئة، يعني التكامل بالتجزئة ألان إكس ما هو يساوي إكس ألان إكس ناقص إكس، ويحفظ كذلك بتكامل التجزئة لأن مشهور ألان إكس بعد التعويضات سنجده يساوي واحد، معناه هذا يساوي واحد في إذا معناه ناقص اثنان، والأول أو أو ناقص اثنان. إذا فقط قمنا بعرض التمرين باختصار باستعمال التكامل بالتجزئة، معناه وظفناه هنا وكذلك نوظفه في الألان إكس. إذا شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.